اهلا بك مشاهدينا الكرام في برنامج اخبار البلاد. حلقتنا اليوم حتكون عن الحرس البلدي المرج وما يقدمه من خدمات للمجتمع المرجاوي، وخاصه مع وجود مجموعه من المخالفين لكي ينعم المواطن الليبي البسيط بعيش هنيء وكريم. وسيكون معي في الاستوديو اليوم العقيد محمد صالح ادم رئيس مركز الحرس البلدي المرج، وعبر الاقمار الاصطناعيه المقدم صالح سالم حسين مسؤول الدوريات بالمركز. ولكن بداية مشاهدينا ننتقل بأولى فقراتنا لهذه الحلقة من البلديات. بداية أخبارنا من سرت، حيث تتواصل أعمال صيانة وترميم الحفر بالطرق في مدينة سرت الرئيسية الذي يشرف عليها المهندسان بمكتب المشروعات بالبلدية عبد السلام بخريس وكمال سليمان، حيث تم رصف الحفر بالطريقة المؤدية لحي 700 والطريق القريب من محطة وقود الزرقاء بالمدينة. وفي خبرنا الآخر مشاهدينا من إزليتن، حيث تتواصل أعمال إزالة كافة التعديلات والمخالفات الواقعة ضمن الارتداد القانوني لشاطئ البحر ومسار الطريق المحاذي له، وشملت الإزالة كافة المباني المخالفة تمهيدا لإنشاء طريق عام محاذي لشاطئ البحر. وكان المجلس البلدي أسند للجنة الأمنية مهمة إزالة كافة التعديلات والمخالفات الواقعة على الارتداد القانوني للشاطئ والبحر ومسار الطريق المحاذي له وفقا للقرار رقم 35 لعام 2017، ويذكر أن الارتداد القانوني للشاطئ البحر هو 100 متر. ونختتم أخبارنا من الغريفة، حيث بدأت عمليات تنظيف وترميم وصيانة مدينة الغريفة القديمة استعدادا لمهرجان الغريفة للفنون والتراث في دورته الثانية لسنة 2017 ومن الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل. ويهدف هذا المهرجان إلى إحياء التراث الشعبي القديم وللتعريف بالموروث الثقافي الاجتماعي للمنطقة ولتجسيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتاريخ المدينة. فلنتابع. في موقع المدينه القديمه منطقه الغريفه للوقوف على اخر الاستعدادات والتنظيف والتجهيز للمهرجان، ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للجميع، ونحاول قدر الامكان اثراء هذا المهرجان بابراز الصوره التراثيه لهذا المهرجان، ونتمنى ان نوفق في ابراز هذا الموروث الذي يهم المنطقه كمنطقه الغريفه خاصه والمنطقه الجنوبيه بصفه عامه، وبالتالي ينعكس ايجابا على الدوله الليبيه، ونتمنى للجميع التوفيق. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة ضيف وملف. الحرس البلدي المرج مشاهدينا كغيره من الجهات الحكومية التي تسعى وبما يتوفر لديها من إمكانيات من متابعة الأوضاع داخل المدينة وحدودها الإدارية للكشف عن المخالفين للقانون والإجراءات ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة. يسعدني أن أستضيف وإياكم اليوم مشاهدينا الكرام في استديوهات قناة ليبيا الحدث العقيد محمد صالح آدم رئيس مركز الحرس البلدي المرج، وعبر الأقمار الاصطناعية المقدم صالح حسين مسؤول الدوريات بالمرج.
المركز. أهلا بك مؤنستونا سيادة العقيد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. طيب سيادة العقيد، يعني تابعنا الاجتماع الأخير للغرفة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي، وكان من ضمنها الحرس البلدي، أبرز ما تم مناقشته في الاجتماع. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكر إذاعة الحدث على الاستضافة ونقول لهم بارك الله فيكم، ونحب بهذه المناسبة نوضح ما يقوم به حرس البلدي على مستوى ليبيا عامة وعلى مستوى المارج خاصة. طبعا الاجتماع الأخير كان مع الغرفة الأمنية لتأمين بنغازي. نحن طبعا كزينا زي الأسئلة الأمنية لدينا مهام نقوم بها، هي حماية المواطن، قوت المواطن اليومي، توفير الرغيف، توفير الغذاء الصحي للمواطن. فنحن قيمين بدورنا على الوجه الأكمل، كنا داعمين للقوات المسلحة، داعمين للمديريات الأمن حسب اختصاصنا وحسب ما يخوله القانون الحرس البلدي. نحن في الاجتماع الأخير درنا اتصالاتنا بالسادة في حرس بلدي بنغازي وطلبنا منهم وكلفونا بعدة أعمال حسب الخطة الموضوعة أمنيا في بلدية المرج، وحاليا نتابعوا فيها حرفيا هي ما يتعلق بعمل الحرس البلدي وهو حماية قوت المواطن اليومي. نعم نعم. ننتقل إلى المقدم صالح سالم المسؤول عن الدوريات بمركز الحرس البلدي. سيادة المقدم أهلا وسهلا بك. يا مرحبتين ومرحبا بضيفك حضرة العقيد محمد صالح أدم. سيادة العقيد محمد صالح، حدثنا عن الاجتماع الأخير لغرفة تأمين مدينة بنغازي وكان من ضمنها الحرس البلدي، ولكن دعنا نتحدث عن عمل الدوريات الأمنية بعد هذه الاجتماع أو بعد هذا الاجتماع. طبعا دوريات حرس البلدي المرج عندنا طبعا فترة عمل حرس البلدي خلال 24 ساعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 اليوم التالي. نعم. كل دورية طبعا فيها ضابط غفر. نعم. ومجموعة الحرس البلدي اللي يليه، وطبعا نحن على قرار من الحرس الأخ رئيس المركز. نعم. على تعليمات الحرس الرئيس المركز نحن طبعا نقوم شنو تنفيذ تعليمات رئيس المركز. نعم. من تعليمات طبعا تنطلق الدورية في صباحا لتفتيش على المحلات والمخابز والمطاعم و يعني الأعمال الحرس البلدي معروفة. نعم. وطبعا يبدأ تقرير الحرس البلدي الضابط الغاف اللي هو قائم بالدورية من. نعم. نعم سيادة المقدم، سنتحدث عن كل هذه الإجراءات والأعمال المناطة لكم لجهاز الحرس البلدي في المرج، ولكن مشاهدينا الكرام ننتقل حيث تعمل الدوريات بالحرس البلدي المرج، تعمل ليلا متواصلة بالنهار في رصد المخالفين وإغلاق كافة المحال والمخابز وغيرها من المراكز والمحلات المخالفة للمواصفات والإجراءات القانونية والصحية. نتابع هذا التقرير في جولة الحرس البلدي المرج لرصد هذه المخالفات. لنتابع. We'll be right back.
تابعنا هذه الجولة مشاهدينا الكرام من جهاز الحرس البلدي فرع المرج، هو يقوم بهذه الأعمال صراحة المتواصلة ليل بالنهار. طبعا حناخذ معي المقدم صالح سالم حسين مسؤول الدوريات بمركز الحرس البلدي. سيادة المقدم، هل هناك تنسيق بينكم وما بين باقي الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط المخالفين عن القانون؟ يعني شاهدنا هذا الفيديو الذي يتحدث عن دوركم في رصد المخابز المخالفة للقانون، كيف يتم التنسيق والخروج بينكم وما بين الدوريات الأمنية الأخرى؟ طبعا احنا جميع الأجهزة الأمنية من التمركزات والنجدة والبحث الجنائي كلنا مكملين نحن لبعضنا. نعم. طبعا الدوريات انت كما شفت انت وضيفك الفندي محمد، نعم، كيف يقوم الحرس البلدي بتفتيش على الصليخانات والمخابز من حيث النظافة والشهيد الصحية واللبس الخبازين، نعم، والرغيف، طبعا الرغيف ناخذ الرغيف على الميزان، نعم، والتفتيش على الغربال وتفتيش على المواد الغذائية، نعم، صلاحيات المنتج الصلاحية. نعم ننتقل. طيب شكرا سيادة المقدم. ننتقل إلى العقيد محمد صالح آدم. سيادة العقيد، هل هناك تعاون بينكم وبين المواطنين في أداء عملكم المناطة بكم في مدينة المرج؟ نعم، أولا طبعا تعرف تركيبة مدينة المرج ناس، نعم، تقدر تقول يعني من قبيلة واحدة وناس متفاهمة مع بعضها وناس يسوتها طابع البدوية، نعم، ناس مطالبها بسيطة، تبي رغيف الخبز، تبي سيونات الغاز. فنحن يعني من حوالي 3 شهور كان شغلنا شاغل هو أن نوفر سيونات الغاز ورغيف الخبز، نعم، فقمنا بحملات مكثفة والحمد لله بفضل من الله عز وجل وبجهود الناس الخيرة شكلنا غرفة من مديرية الأمن ومن الحرس البلدي ومن التمركزات الأمنية ومن جميع الأجهزة الأمنية مدينة المرج، نعم، فأعطينا تعليماتنا عن طريق الغرفة الأمنية المرج وقلنا أي سيارة تدخل المرج يتم ضبطها، نعم، وحالتها إلى مركز الحرس البلدي، نعم، عندما تصل السيارة للحرس البلدي نقوم بالتفتيش على الفواتير وين متشها، متشها للتشاركية الفلانية، نطلب صاحب التشاركية يجيب ترخيصة يمشي مع حرس بلدي يقوم بالتوزيع على المواطن، نعم. كانت في الأول في صعوبة لأن طبعا الغاز كان في أزمة، تو الحمد لله من حوالي شهر أو شهر ونص متواجد بسعر يعني تقدر تقول متناول الجميع في التشاركية ب5 دينار، السيارات اللي وزعوا معروفة في ليبيا ب7 دينار، والسوانة الصغيرة اللي نحن نعرفوها بريمس كانت ب5 دينار و6 دينار بفضل جهود الحرس البلدي ودورية الحرس البلدي وعلى رأسهم المقدم صالح سالم الملك اللي نحييه على المشهدات اللي يقوم بيهن، وصلت توا ب2 دينار والحمد لله يعني بالنسبة للغاز متوفر بشكل جيد، نعم. حقيقة توا شغلنا الشاغل هو رغيف الخبز. رغيف الخبز فيه مشاكل ما ننكرهاش وخاصة في بلدية المرج اللي هي طبعا من ناحية حصة مادة الدقيق اللي هي يستلم فيها صاحب المخبز، نعم. يعني على سبيل المثال نحن عندنا 206 مخبز 106 مخابز في مدينة المرج. مدينة المرج، نعم. طبعا نحن نقوم بجولات تفتيشية، أي مخبز يقفل أبوابه لمدة 4 أيام متتالية، نعم، يوقف عليه كميته من الدقيق. في نهاية الشهر يتم إيقاف 20-25 لحد 30 مخبز، يفضل 70-71 هذين حيتقسم عليهم كمية الدقيق اللي هي تصل مدينة المرج اللي هي 17,000 كيس شهري، نعم. يعني حصة المخبز حتكون 200-218-220، نعم. نحن هنا نعانوا من مشكلة لأن الخباز بيخبص اليوم ما يقارب عن 5، بنقول احنا بالعامية 5 قناطير. برضو سيادة العقيد نلفت انتباهك ان بعضه فيه بعض من المخابز يستلم في حصة متاعها ويبيع فيها ويسكر يقول ما عنديش دقيق. هذه طبعا نقول لك حاجة، هذه نحن قضينا عليها الظهر هذه، نعم. وقلت لك اللي يبيع والله يخالف الشروط القانونية حيوقف من الدقيق، واذا كان باع حالة جهة اختصاص اللي هي النيابة العامة، نعم، ومتعاونة معنا طبعا وتطبق في القانون ولها قانون، نعم. لكن نحن اللي نحكم عليها زي في بلدية بنغازي زي في بلدية الأبيارة ولا مصدروا قرار، نعم، أن صاحب المخبز يشتغل بالدقيق اللي غير مدعوم باش توفر مادة الدقيق ورغيف الخبز. لكن نحن اللي نعانوا منها أن نحن طبعا درنا اتصالاتنا مع السيد مراقب الاقتصاد في المرج الأستاذ عبد الحميد اللي نحييه من خلال إذاعتكم الموقرة، مع السيد عميد البلدية
المقدم وهبي الرخ. نعم. اجتمعنا اكثر من مره، درنا اتصالات مع سيد الحاكم العسكري نحييه الحقيقه وبذل مجهود كبير. نعم. وقلنا نحن اللي بدنا نحل مشكله الرغيف، فتدخل سيد الحاكم في ماده الدقيق وجابها الحق، وسيد عميد البلديه ساعي، ولكن برضو لابد عندنا خيارين اذا كان نبغى نوفر الرغيف للمواطن، عندنا خيارين ما فيش ثالث. نعم. اللي هن ينزيدوا ماده الدقيق في المرج، يعني نحن في بلديه مجاوره المخبز ياخذ 300 و400 كيس. نعم. المخبز في مدينه المرج ياخذ في 200 كيس، بالرغم من كثافه سكنيه اكثر، عماله وافده اكثر في مدينه المرج، عدد مخابز اكثر، فالحقيقه هنا في خلل. الخلل هذا لا يتحمل عميد بلديه ولا يتحمل حرس بلدي ولا يتحمل خباز. نعم. هذا مع احترامي لوزاره الاقتصاد، هي تحمل مراقب الاقتصاد في مدينه المرج، يدير مكاتباته على اساس يضيفوا لنا الكميه، وباذن طيب. الله ان شاء الله خير. يعني تطالب سياده العقيد بزياده كميه الدقيق. نعم. في مدينه المرج. نعم. طيب، في خلال الحملات وكيف ما شاهدنا في هذا الفيديو، الحملات التفتيشيه على المخابز، يعني هنالك بعض الاشخاص المخالفين للقانون، يعني بعد ضبطهم واحالتهم للقانون، يعني ما هي الاجراءات المتبعه بعد ذلك؟ يعني اولا نحن طبعا اللي تهمنا هي النظافه وهي الإجراءات الصحية والترخيص. طبعا ما فيش مخبز ما فيش ترخيص، لأنه ما عندهش ترخيص مش هياخذ كميته من الدقيق. نحن يهمنا نظافة المبنى من الداخل، وتهمنا العامل أنه يكون صحي، عنده شهادة صحية صادرة من مدينة المرج. وفي حالة ضبط أي شخص مخالف للشروط يحال إلى مركز حرس بلدي عن طريق الدوريات، يحال إلى مركز حرس بلدي بتقرير إلى النيابة العامة، قبل النيابة العامة. نعم. نحن قبل النيابة العامة عندنا إجراء، إذا كان هي مخالفة حيدفع مخالفة مالية، تقدر طبعا من قبل رئيس المركز، ويدخل أي تعهد أن يصلح من وضعه. وإذا نعم. كان هي قضية مخالفة نفتح له محضر ونحله النيابة العامة، والنيابة العامة صاحبة اختصاص. نعم. طيب، نعم. بالنسبة لغلاء الأسعار، وكيف يتعامل الحرس البلدي المرج مع غلاء الأسعار؟ هل هناك تسير دوريات ورحلات أمنية إلى المحلات التجارية لرصد الأسعار؟ وهل هناك أيضا تنسيق بينكم وبين وزارة الاقتصاد وموازنة الأسعار؟ طبعا انت عارف ان نحن جهه رقابيه ما هيش تشريعيه، الحرس البلدي جهه رقابيه، نحن نتابع عمل رقابه الاقتصاد، اللي سعر رقابه الاقتصاد نحن نراقبه. على سبيل المثال نحن في المرج رقابه الاقتصاد مشكوره سعرت الخضار وسعرت اللحم المستورد، فقام الحرس البلدي بالاشراف على التسعيره. اما حاجه ما هيش مسعرها الاقتصاد، الحرس البلدي لا يملك يسعر. يعني على سبيل المثال لو جي المواطن، تو نحن عندنا اللحم في ليبيا يعني مش في المرج ب 40 و 38، لو جي المواطن يشكي الحرس البلدي ما لهش دور لانه ما هوش مسعر. لكن برضه نطالب من خلال اذاعتكم الموقره. نعم. ان لابد وزاره الاقتصاد تصدر تسعيرات، تصدر تسعيره، لان هنا يكون دور الحرس البلدي، ولكن المواطن يلقي في اللوم على الحرس البلدي، اين الحرس البلدي من اللحوم؟ اين الحرس البلدي من المواد الغذائيه؟ الحرس البلدي دوره يمنع المواد الغذائيه المنتهيه الصلاحيه، هذه. نعم. من دوره، يمنع العرض في الغذاء العام، يمنع العماله اللي ما تشتغلش باجراءات صحيه، يمنع الضلاليه، حاجه مخالفه للقانون يمنعها، ولكن التسعيره راهو حق قصيل لوزارة الاقتصاد. نعم. نعم. طيب، ننتقل إلى المقدم صالح سالم حسين، مسؤول الدوريات بجهاز الحرس البلدي المرج. سيادة المقدم، يعني لو ما تحدثنا عن الدوريات بصفتك يعني مسؤول الدوريات بالمرج، يعني لو ما تحدثنا عن الدوريات، ما هي آخر دورية ذهبت إلى الأشخاص المخالفين للقانون بالمرج، وما هي الكمية التي ضبطتموها خلال هذه الدورية؟ وطبعا الدورية طلعت الساعة 7 يوم أمس للتفتيش. نعم. على المخابز. نعم. كما شفت أنت وحضرة العقيد محمد صالح. نعم. وبأمرة رئيس المركز تم تفتيش على المخابز وعلى الصالخانات كما شفت أنت، وتم مصادرة مواد غذائية من مشروبات من منتهية. نعم. الصلاحية، وهذا ما قامت به. نعم. من الحرس البلدي يعني في يوميا، طبعا انت ما نقابي طبعا الحرس البلدي يوميا في قضايا جنة والله بلغات من مواطنين. طبعا الحرس البلدي على مثلا يجي مواطن يشكي في محل مواد صلاحية، عنده صلاحية واخذ منه صلاحية منتهية والله يقوم. طيب. طبعا نحن تخرج له دورية
طيب سيادة المقدم، هل الدوريات الليلية يعني مستمرة في أداء عملها مثل الدوريات النهارية، وهناك بعض التقصير شوية يعني ربما نقوله يعني ساعات الليل متأخرة وربما التوكا تكون شوية يعني يلجأ بعض الأشخاص إلى الراحة قليلا؟ لا طبعا أفراد الحرس البلدي لا ينامون خلال طيلة 24 ساعة هم في عملهم. نعم. طيب ننتقل إلى العقيد محمد آدم رئيس مركز الحرس البلدي بالمدينة. سيادة العقيد، هل هناك تنسيق بينكم وما بين عميد بلدية المرج في أداء عملكم يعني؟ نعم، نحن حقيقة الواحد ما دام حصل فرصة يبي يوضح نعم مشاكل الحرس البلدي على مستوى ليبيا وعلى مستوى المرج. نعم. خاصة أنت تعلم أن نحن طبعا جهاز مركزي، إدارتنا حاليا في مدينتنا في عاصمتنا الحبيبة طرابلس اللي إن شاء الله ربي يحررها وإن شاء الله تكسرها. نحن من 2012 للأسف نحن نتبع وزارة الحكم المحلي كجهاز. نعم. من 2012 لم نتحصل على أي إمكانيات، أي مستحقات، سواء أي كانت مستحقات مالية لا مادية ولا مالية، ولا يعني على سبيل المثال لا ملابس ولا قرطاسية ولا سيارات ولا قطع غيار. مركز الحرس البلدي المرج مسافة واسعة، يعني من السلاطة شرقا إلى فرزوغة غربا حوالي مسافة ما تقارب عن 60-70 كيلومتر. يعني من الغريب، من الغريب يعني هذه المساحة الشاسعة. أنا تعملون بثلاث دوريات فقط؟ نعم، نعمل بثلاث دوريات ونعمل بثلاث سيارات متهالكة استلمناها في 2012. بعد 2012 مع احترامي لوزارة الحكم المحلي ومع احترامي لإدارتنا في طرابلس ومع احترامي لإدارتنا في البيضة لم نتحصل عليه دعم لا مادي ولا معنوي، إلا بعد ما اصدر قانون 59 اللي هو ينظم البلديات. نعم. واصدر عنا عمداء البلديات. نعم. قام السيد الحاكم مشكور بتكليف عمداء، كلف عميد بلديه في مدينه المرج، راجل طبعا ضابط شرطه بالفعل. راجل نحيوه ونقدروه اللي هو لفندي عميد البلديه وهبي الرخ، فشكلنا غرفه انا وياه شخصيا. نعم. وقلنا نبوا نشتغل من اجل المدينه، راجل يبي يشتغل يصدر قرارات جريئة الحق يعني. نعم. قرارات شجاعة بما فيه إن كعوب حاميم خمسة، بما فيه إن عدة قرارات حقيقة كانت في صالح الحرس البلدي. فعلا قام بصيانة سياراتنا، قام بصيانة مركز الحرس البلدي، قام بدعمنا ماديا ومعنويا. مديرية الأمن حقيقة واقفة معنا على رأس لفندي عادل عبد العزيز مدير الأمن اللي نحييه. نعم. قام تسليم منظومة سلكي متكاملة لمركز الحرس البلدي، الأجهزة الأمنية الحقيقة على رأسهم الشرطة العسكرية والأمن الداخلي والأجهزة متعاونة مع مركز الحرس البلدي، يضبطوا في البوابات في أي شيء مخالف. نعم. يسلموا الحرس البلدي، الحرس البلدي إذا كانت مواد غذائية نجيبوا لها مفتش صحي من أصحاح البي. نعم. اللي نشكرهم حقيقة في مدينة المرج وعلى رأسهم السيد حاتم يجي ويكشف ويعد تقريره، إذا كانت هي سليمة ناخذ إجراءاتنا ونفرج عليها، وإذا كانت هي فيها خلل يتم إعدامها أو حالتها للنيابة العامة. نعم. نعم. ننتقل إلى المقدم أمر الدوريات صالح سالم. سيادة المقدم، يعني من خلال الدوريات الأمنية الليلية والنهارية اللي تقوموا بها أكيد هناك عمالة وافدة غير مطابقة للشروط الصحية تم القبض عليها، يا ريت تحكي لنا عن الموضوع هذا. طبعا العمالة الوافدة ما قلت لك أن الدوريات الحرس البلدي خلال 24 ساعة يعني فيها رئيس وحدة التحقيق وفيها الإدارة وفيها رئيس وحدة الإيرادات. طبعا نحن نطلع ونقوم بدورية داخل المدينة، فيها دورية راجلة وفيه طبعا السيارات. نعم. نمسك طبعا نحن نقبض على الأخوة طبعا شو نقول لك في قريب نقول لك أن الأخوة ضم هجرة غير شرعية، يعني ما عندهمش لا شيء صحية ولا عندهم جوازات ولا عندهم. طبعا نحن ننتقلوا ونشلوا من الحرس البلدي وناخذوا فيه إجراء، طبعا نحاولوا الأخ رئيس المركز. طيب شنو هو الإجراء اللي تم اتخاذه يعني؟ ونحن طبعا نعده في تقرير الضابط الغفر، الغفر اللي ماشي طبعا في الدورية يقوم بدوريته يضبط الأخوة هذوما اللي حكيت لك عليهم. نعم. ونديروا يجيب لنا تقرير، ناخذ التقرير نحن طبعا بعد الاطلاع على التقرير ناخذه للاخ رئيس المركز العقيد محمد صالح ويؤشر عليه، حنحولوه نحن شنو للجهاز الهجره غير شرعيه. طبعا استلموه هم المن، المن يتم تسليم المن يعني لاداره الهجره غير شرعيه معروفه هذه في. نعم.
طيب شكرا سيادة المقدم. ننتقل للعقيد محمد صالح، يعني تحدثنا عن كل هذه الإجراءات مع سيادة المقدم وعن ضبط الأشخاص يعني اللي ما يملكوش الشهادات الصحية في العمل في بعض المخابز، هل بعض المواطنين يتعاونون ويقومون بالاتصال بكم؟ يعني إن هذا ربما يعني واحد لما بياخذ خبزة من كوشة أو بيمشي المحل بيلقى كذا فبيتصل بكم يقول لكم هل في شخص مخالف للقانون أو الإجراءات الصحية متاعاته يعني واضحات إنهن غير موجودات، يعني هل هناك تعاون وتنسيق بينكم وبين المواطنين للإبلاغ عن هذه المخالفات؟ نعم، هو حقيقة المواطن متعاون بحد كبير جدا جدا، وفيه سلبية وفيه إيجابية طبعا تعرف المواطن، ولكن نحن بفضل الله وفضل دورياتنا، دوريات يتم ضبط أي عمالة إذا كان في مخبز أو في مواد غذائية أو في محل القصاب، وإذا كان ما عنده شهادة صحية حينجاب للحرس البلدي. نعم. يدفع مخالفة يحدثها رئيس المركز، وبعدين يأخذ شهادة عندنا مكتب يسموه فيه مكتب شؤون الوافدين ونحوله على الهلال الأحمر. نعم. ما نحتدش بأي شهادة إلا من الهلال الأحمر. نعم. يعني أي عيادة خاصة أو مختبر أو غيره، حتى عيادة يتم التلاعب بالموضوع يعني. نعم، لكن نحن ما نحتدش إلا بالهلال الأحمر بينه وبين مكاتبات. نعم. هو يرد علينا سلبي أو إيجابي، إذا كان عفانا وعفاكم الله، إذا كان اتضح فيه أي مرض حنأخذه ضد أجراء نحوله للهجرة غير شرعية نسلموه لهم. نعم. وإذا كان هو سليم يتم استخراج شهادة صحية ويرجع العملاء. وبالإضافة إذا كان تم ما عنده جواز أو داخل غير شرعي حنديروا نسلموه بكتاب رسمي للهجرة غير شرعية ومتعاونين معانا، يتم ترحيله بشكل قانوني وبشكل وهم طبعا عندهم إجراء. نحن طالما نسلموه للهجرة غير شرعية في مدينة المرج بصال تسليم واستلام، هم طبعا عارفين عملهم وهم أدرى، هم يشيلوه لجهات خاصة ويسلموه ونحن نبغى نتابعه في عملنا، وفعلا تم ضبط حالات كثيرة. طيب سيادة العقيد، يعني وسط كل هذه الأعمال جهاز الحرس البلدي وتنفيذه وملحوظ يعني شغل الحرس البلدي في المرج، ولكن لابد في الشغل هذا كله يعني هناك بعض الصعوبات تواجهكم في أداء عملكم وفي اللي بكم تخدموا وفي اللي بكم ما تخدموش، فشن الصعوبات التي تواجهونها؟ يعني والله نقول لك حاجة بصراحة، يعني يقبل واحد صريح مع نفسه. نعم. الصعوبات ان نحن طبعا تعرف الدولة ما زالت ان شاء الله ربي يصلح حال البلاد والعباد، اللهم امين، الدولة ما زالت طبعا تعاني من ظروف، ونحن الواحد مخليته يخدم في الوقت وما يبيش يطالب حتى بامكانيته وكذا، لان الدوله ما هوش وقت مطالبه، فنقول نحن نمشوا نين ان شاء الله يفرج الله على الجميع. اللهم امين. طبعا المشاكل، اول المواطنين مو زي بعضهم. نعم. لما تجي المواطن طبعا عمل حرس البلدي بالذات صعب، لما تجي المواطن ما عندهش ترخيص بتقفل له محله، لما تجي المواطن في عماله وافده تبي تمنع العمل الوافدة، لما تجي المحل دير ظلالية تبي تحول للظلالية، يعني ما لك جيب له ورد، انت ضروري تبي تجي له مخالفة، فهنا يحصل المشاكل. ولكن الحمد لله يعني بجهود الناس الخيرة اللي هم حكماء المرج نلتجوا لهم دائما في عدة المشاكل، نلتجوا للجهات الأمنية، نلتجوا للسيد عميد البلدية يحل لنا في مشاكلنا. نعم. واللي مثلا يسبب مشكلة الحرس البلدي تم إحضار الحرس البلدي وتم التحقيق معه وإيقافه. نعم. وإحالة للنيابة العامة. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد محمد صالح آدم رئيس مركز جهاز الحرس البلدي في مدينة المرج، وأيضا الشكر موصول للمقدم صالح سالم حسين مسؤول الدوريات بجهاز الحرس البلدي المرج، والشكر موصول إليكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة. الشكر موصول أيضا لكافة العاملين بقناة ليبيا الحدث، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. إلى اللقاء.